لن تصدق ما وجده الأطباء في بطن الفنانة السورية شكران مرتجى، صدم الوسط الفني والجماهير. نقلت الفنانة شكران مرتجى إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة آلام في البطن الذي تسبب في إجراء عملية جراحية لها من أجل استئصال الزائدة الدودية بشكل عاجل. الفنانة شكران مرتجى نقلت إلى إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق قبل شهر تقريبا بعد شعورها بآلام لم تكن قادرة على تحملها، مما استوجب دخول الفنانة إلى غرفة العمليات واستئصال الزائدة الدودية. وقد بدت حالة الفنانة شكران مرتجى في التحسن والاستقرار خلال الساعات الماضية. وكشفت الممثلة السورية شكران مرتجى عن استخراج إبرة منجلية الخاصة بخياطة الجرح ولفة من الشاش من جسدها بعد أن كانت عالقة داخل بطنها لمدة 4 سنوات. وأوضحت الفنانة شكران مرتجى إنها اكتشفت وجود الإبرة ولفة من الشاش قبل إجراء عملية الزائدة الدودية التي أجرتها قبل عدة أشهر في سوريا، زاعمة إنها لم تتسبب لها بأي ضرر وأن الأمر قد يحدث بأي دولة في العالم على حد تعبيرها. وعن طريقة اكتشافها للإبرة العالقة ولفة الشاش داخل بطنها منذ عام 2020، قالت الفنانة شكران مرتجى إنها زارت الطبيب قبل عملية الزائدة ليطلب منها بعد إجراء كل التحاليل إجراء صورة للبطن لترى ما رأوه الأطباء أيضا. وأضافت الفنانة شكران مرتجى شر البلية ما يضحك، حماية من الله أن الإبرة قد أحاطها الكلس مما منع أثارها السلبي على جسمي. وكانت الفنانة السورية شكران مرتجى قد خضعت لعملية جراحية طارئة لاستئصال المرارة الملتهبة التي سببت لها آلاما مبرحة، وذلك في عام 2020. وكان الأطباء قد نسوا إبرة منجلية داخل بطنها وكذلك لفة من الشاش بعد الانتهاء من استئصال المرارة. نسى الطبيب الخاص بالخياطة إبرة منجلية في بطن الفنانة شكران مرتجى. شكران مرتجى هي من مواليد 12 ديسمبر عام 1970، عمرها الآن 53 سنة. هي ممثلة سورية من أصل فلسطيني، ولدت لأب فلسطيني من غزة وأم سورية في مدينة الطائف في السعودية، ثم انتقلت إلى دمشق وعاشت مع عائلتها في منطقة الزباداني، وحصلت على الجنسية السورية بعام 2012 ولم تغادر سوريا خلال الحرب. وقامت بالكثير من النشاطات الإنسانية مثل حملات تبرع بالدم وزيارة جرحى الحرب. وتعرض منزلها في قرية بقين للدمار خلال الحرب. تزوجت من الممثل السوري علاء قاسم وانفصل بعد سنوات ولم ترزق منه بأطفال. في مرحلة الدراسة الثانوية اشتركت في نشاط التمثيل بمسرح المدرسة، وكان أول وقوف لها على المسرح من خلال مسرحية فرعون لا يشبه الفراعنة. وبعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بعام 1993، وكانت أول فرصة عمل تلفزيونية فعلية لها عندما قامت بشخصية انتصار في مسلسل عيلة 5 نجوم. لكن الشهرة تحققت بعد قيامها بشخصية السكرتيرة أمل جمال في مسلسل يوميات جميل وهناء، إلى جانب النجم أيمن زيدان والنجمة المعتزلة نورمان أسعد. وفي عام 1999 حققت نجاحا كبيرا بشخصية طرف العبد في مسلسل دنيا، إلى جانب النجمة أمل عرفة. كما قامت بتقديم عدد من البرامج منوعة على أكثر من قناة في مشوارها الفني.
في نوفمبر عام 2015 شاركت بالموسم الرابع من برنامج ديو المشاهير على بث على قناتي MTV اللبنانية وMBC 1 لدعم إحدى الجمعيات الخيرية السورية، وقد حصلت على المركز الثالث فيه. عرفت الفنانة شكران مرتجى منذ بداية الأحداث في سوريا بتأييدها للرئيس بشار الأسد، واشتهرت في مطلع عام 2019 بعد منشور على الفيسبوك توجهت فيه إلى الرئيس بشار الأسد شاكية ترد الأوضاع المعيشية وفقدان عدد من الخدمات الأساسية في البلاد، مطالبة إياه بالتدخل. كان هناك من أيدها على هذا المنشور، وهناك من اعتبر إنها تسعى خلف الشهرة، وأشارت في مقابلة في برنامج قصة حلم إلى إنها قد تكون قد أخطأت بمخاطبة رئيس البلاد مباشرة، وإنها لا تسعى للشهرة لأنها مشهورة أصلا، وأن كل شيء متعلق ببلدها هو خط أحمر، حيث بدت آسفة على منشورها لما أثره من لغط. تعرضت الفنانة شكران مرتجى لحادث سير في 18 يناير عام 2019، حيث كانت برفقة ابنة شقيقتها، تعرضت فيه لأضرار طفيفة. أرجعت شكران سبب الحادث إلى الطقس السيء والتعب اللذان جعلها تفقد التركيز. كان هذا الحادث بعد حوالي 10 أيام من منشورها على الفيسبوك، ما جعل البعض يعتقد أن الحادث مدبر بسبب انزعاج البعض من المنشور، لكنها نفت ذلك تماما. في مقابلتها في برنامج قصة حلم قالت الفنانة السورية شكران مرتجى إنها تعيش علاقة عاطفية، معترفة إنها لن تكلل بالزواج رغم تفهمهما. وأضافت الفنانة شكران مرتجى في تصريحات صحفية عبر أحد البرامج التلفزيونية أن الشخص الذي تحبه من خارج الوسط الفني متمنية الارتباط به والعيش معه مدى الحياة كونه رجل حقيقي. وبحسب الفنانة شكران فإن الشخص الذي تحبه يعد صديقها وسندها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، معربة عن امتنانها لوجوده في حياتها منذ أكثر من 3 سنوات. وأكدت إنه لا أحد يعلم بعلاقتها العاطفية وإنها لن تكلل بالزواج بسبب وجود الكثير من المعوقات التي تمنع ذلك، وأوضحت إنها أغلقت باب الزواج للأبد، داعية الفتيات بجعل حبهن سرا حتى اكتماله. وقالت إنها لست راضية بخصوص عدم إنجابها. واعترفت الفنانة شكران مرتجى إنها تشعر بالوحدة كثيرا، متمنية لو رزقت بفتاة حنونة مثلها ومثل شقيقاتها تساعدها وتقف إلى جانبها في جميع الأوقات. وتابعت: أنا كنت حنونة مع أمي، بتمنى لو عند بنت مثلي. وعقب البرنامج انهالت تعليقات الجمهور على تصريحات الفنانة السورية، واصفة تصريحاتها بالصادمة خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة العاطفية التي لن تنتهي بالزواج. وتمنى نشطاء للفنانة القديرة مزيدا من التقدم والنجاح في حياتها الفنية، وأن تستمر في تقديم الأدوار المتميزة التي اعتاد عليها المتابعين. وكشفت الفنانة السورية شكران مرتجى بعضا من تفاصيل حياتها الشخصية، وقالت أن لديها أسبابها المنطقية للعزوف عن الزواج حتى الآن وخاصة في هذه المرحلة، مؤكدة إنها لا تفكر بالزواج مرة أخرى عقب زواجها السابق، مؤكدة إنها تتحدث بصراحة. لذا أكدت إنها تتمنى أن تتزوج، ولكن شروطي للزواج حاليا صارت صعبة جدا بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كل الدنيا. وتابعت الفنانة شكران مرتجى أثناء حديثها بأنها حاليا تكبر بالعمر ولم تعد بنتا صغيرة،
كسابق عهدها، وهي حاليا بمرحلة تعدت فيها منتصف العمر، وهو ما يجعل فكرة الزواج أكثر صعوبة. وفاجأت الجميع بتساؤل: شو عرفك يمكن أنا في حالة حب؟ بعدها أكدت إنها بالفعل في حالة حب، ورفضت الحديث بالتفاصيل عن حالة الحب، لكنها أكدت أن هذه العلاقة لن تنتهي بالزواج. وعبرت الفنانة شكران مرتجى عن خوفها من الوحدة، وإنها تزعجها كثيرا خاصة في هذه المرحلة الحالية، متطرقة في حديثها عن والدتها التي توفيت منذ وقت قريب، وقالت عنها: الله يعلم لما بكون بحالي شو بيصير، اشتقت لها كتير، في شي عم ينجرح، انا مشتاقة الام كتير، مشتاقة ابوس ايديها، ما بدي اكتر بس ابوس ايديها وتقول لي الله يرضى عليكي، واحس كل الابواب انفتحت قدامي،